معرض فني للفنون المعاصرة بيشارك فيه 11 فنان وفنانة بمختلف يعني رؤيتهم للفن، سواء فن صامت كأداء صامت، فن النحت، الأعمال التركيبية، الرسم، كل أنواع الفنون اللي بيمارسوها من خلال هاي الأعمال بيركزوا على رؤيتهم لواقع المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، وبالمقابل شو بيحلموا لتطوير هذا الواقع مستقبلا نحو واقع أفضل للمشاركة السياسية. عندي بعض التجارب بالفن المفاهيمي، حبيت أشارك بهذا المعرض اليوم واللي بخص قضية المشاركة السياسية للشباب اللي هي شبه معدومة، وحبيت أحكي عن هاي القضية اللي هي من واقعنا. وأنا كشابة بشوف أنه في الواقع كتير مشكلة وفي خلل بتوظيف طاقتنا الشبابية الموجودة عنا بالمجالس، مثلا مجلس التشريعي ولا الاتحادات اللي فيها صنع القرار. غياب الشباب عن هاي الأماكن خلاني أفكر أني أعمل أكثر من عمل فني بخصوص هذا الموضوع.